باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بقالي كتير ما شفتكمش كده، فقلت ابتدي معاكم بموضوع ايه يعني بناتي قوي وستاتي قوي. النهارده هتكلم معاكم عن ايه تفتكروا؟ هتكلم معاكم عن موضوع بناتي وستاتي قوي اسمه المكياج. هسموكم عن الايه؟ المكياج. وهبتدي بقول قريته مره، بيقول كده القول ده ايه؟ قبل ان تعرف جدران المعابد الالوان عرفتها اوجه النساء. يعني قبل ما يلونوا الحيطان في المعابد الستات عرفت تحط الوان في وشها، حاجه في الغريزه كده، علشان البنت والست بصفه عامه عاوزه تبقى انيقه وحلوه وجميله، حاجه في تكوينها ربنا خلقها كده. يعني دي مش حاجة وحش، احنا بنبقى ضد المبالغات، لكن الحاجة اللي في المعقول معقول. طيب، وفي حاجة كمان عايز اقولها لكم، معلومة ما حدش يعرفها. كان في رئيس وزراء بريطانيا اسمه توني بلير، ده كان من رئيس حزب المحافظين من كذا فترة فاتت. كان في معلومة انه بيصرف 80,000 جنيه استرليني على المكياج بتاعه في السنة. 80,000 استرليني، اضربوا الاسترليني، ما اعرفش، مش هنضرب في دلوقتي. زمان كان بعشرين، زمان كان بعشرين، فلما نضرب بعشرين يعني كان بيصرف 1,600,000 جنيه مصري في السنة مكياج. ليه؟ عشان يفضل شكله. هو لما ابتدى كان شاب صغير، فطبعا اخذ 3-4 مرات كل مره في 4-5 سنين، فابتدى يكبر، فابتدى يعالج ايه بعض الدفوهات اللي في وشه. فتتصوروا واحد بيصرف، راجل مش ست، يبقى الستات معاها حق بصراحه. لما الراجل يصرف 1,600,000 في السنه مكياج، امال الستات تعمل ايه؟ هو انا انتوا فاكرين انا جاي اكلمكم عن المكياج بجد؟ طيب انا جاي اتكلم على ان احنا كلنا كبشر بنحاول ان صورتنا قدام الناس تكون صورة حلوة قوي. كلنا بلا استثناء، مين فينا اللي عاوز تبقى صورته وحشة قدام الناس؟ ولا واحد دايما. علشان كده نميل للافتخار، يعني اللي شاطره في الطبيخ تتكلم على بقى وصفاتها وطريقتها، واللي شاطره في الاناقه دايما تقول لبسي وذوقي والواني، واللي شاطر في حاجه دايما يتباهى بيها. ما ده نوع من انواع المكياجات اللي احنا بنحطها قدام الناس. امال المشكله فين؟ المشكله ان ربنا ليه وجهه نظر تانيه خالص. فاكرين لما الناس اختارت شاول الملك، ربنا قال ايه؟ ان الانسان ينظر الى العينين، اما الرب فينظر الى يعني في مكياج خفي. ده اللي قال عنه العهد الجديد القديس بطرس لما بيقول كده، بيقول ايه؟ لا تكن زينتكن الزينة الخارجية، بل انسان القلب الخفي. إنسان القلب الخفي يعني إيه؟ المهم مش حلاوة وشي، المهم حلاوة قلبي. ودي الحاجة الوحيدة اللي أقدر أخفيها عنكم بس ربنا شايفها. يعني ممكن يبقى قلبي فيه نجاسات، قلبي فيه إدانة، قلبي فيه شر، قلبي فيه غيرة وحسد، بس قدامكم زي الفل. هرجع لموقف تاني من الكتاب المقدس. فاكرين سفر الرؤيا؟ في اول سفر الرؤيا المسيح بيتحدث عن 7 أساقفة من بره. ايه؟ هلا هلا، اسمك ايه؟ اسقف. من بره اسقف، مش كده؟ لكن من جوه كان ايه؟ يعلم الله بقى. ليه؟ لان ربنا مع اسقف اسقف يبتدي يوبخ. الأسقف الأولاني يقول له أنت عليك كذا، والأسقف الثاني على الأقل 5 منهم كانوا معيوبين قدام ربنا في بعض الأمور، أو 4 على الأقل. اللي أنا عايز أقوله إيه؟ إن إذا كان جيد الإنسان يهتم بمنظره الخارجي
ودي حاجة موجودة فينا، ما حبش يحب ينزل مبهدل ولا مبقع ولا مدهول، مش كده؟ الحد الأدنى، الحد الأدنى حتى لو ما حطوش مكياج بتسرحوا شعركوا، ما حدش بينزل منكوش فنكوش، صح؟ كلكوا لا ما انتوا بقى ما تردوش عليا عشان كده انتوا هتعطلوني، انا بقوله بس. تاني على يعني في حاجه اسمها الحد الادنى، اللبس مش مبقع، الشعر على الاقل حاجه يعني. طب حلو قوي ان احنا نهتم بهذا، لكن كل ده ينفع ايه في جسد اخرته شويه تراب وهياكله دود؟ مش في حاجه اهم؟ اللي باقي هي روحي. طب ايه المكياج بتاع روحي؟ قد ايه انا مهتم ان انا احط مكياج يكون قدام ربنا في بهجه وفي فرح؟ عشان كده انا جاي اتكلم معاكم على ما يسمى بالمكياج او الزينه الداخليه اللي اتكلم عنها الكتاب المقدس، ان احنا تكون زينتنا زينه ايه؟ داخليه. طيب انا هسالكم ازاي الواحد يهتم بقلبه أو مكياجه أو زينته الداخلية أمام الله؟ أي ست بتحاول تحط ميك اب في فرح بنتها، في فرح أختها، حتى لو أنتوا ما بتحطوش خالص، في مناسبات بتستدعي إن الواحد يحط حاجة، أول حاجة بنعملها إيه؟ بننظف وشنا الأول. يعني مفيش واحدة ما بتحطش ميك اب قبل ما تكون غسلت وشها ونشفته. علشان كده زينة القلب الداخلية تبتدي بالتوبة. زينة القلب الداخلية تبتدي بالتوبة، إن أنا بغسل الخطايا، بقف قدام ربنا ونظف الوش، أقصد القلب العكر. ما أنا قلبي في أمراض كتيرة قوي، زي ما قلت لكم، غيرة، حسد، مقارنة، ضيق، غضب، عدم محبة، كراهية، كل الكوكتيل ده موجود بنسب مختلفة. بنخدع نفسنا، قولوا احنا ناس طيبين، بس وقت الجد لو حد داس لي على طرف، او حد بس عمل لي كده، او جه على كرامتي، او جه على اولادي، يطلع الغول اللي جوايا. ما احنا كلنا جوانا من ده. فاهم حاجه عند ربنا ان علشان ننظف قلوبنا، او علشان قبل ما نحط مكياج لقلوبنا، لازم نكون نظفناها بالتوبه. والتوبة في الكنيسة هي كرازة. الكنيسة دايما تقول اللي قاله المسيح، توبوا لأنه اقترب ملكوت السماوات. توبوا 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 توبوا، اسهروا توبوا اسهروا توبوا اسهروا توبوا. وأنا هقول لكم حاجة، أنتم ناس كلكم في منتهى النظافة. أنتم عارفين كلنا أن الإنسان أي فينا طول ما هو ماشي في الشارع في بلد صحراوية زي مصر، في تراب وفي عرق، فيحس انه لما بيرجع مش طايق نفسه، فاول حاجه بيعملها ايه؟ يا بيستحمى يا بيتشطف. في الشتاء يعني هيتشطف، في الصيف هيستحمى كل شويه. يعني احنا مدركين ان احنا لا نطيق الوسخ على جلدنا، او على، مش كده؟ لا نطيق الوسخ. طب ما الخطيه بالنسبه للانسان الروحي هي طين بعد عنكم، ما بيطقوش ما يطقوش. في ناس من كتر حساسيتها في التوبة مش بتستنى إنها تغلط عشان تتوب، دي بتتوب قبل ما تغلط. هتقولي فهمها لنا دي يا ابونا. عادة الناس بتغلط وبعدين تتوب، يقولك لا، ما أنا كده كده بغلط طول النهار، فطول ما أنا ماشي هفضل أقول يا رب يسوع المسيح ابن الله الحي ارحمني أنا الخاطئ، يا رب يسوع المسيح ارحمني أنا الخاطي، يا رب يسوع المسيح شيل عني سيئاتي، يا رب يسوع المسيح غير في طبعي، يا رب يسوع ارحمني، ارحمنا يا الله ثم ارحمنا. طول ما هو ماشي قاعد ينادي مراحم الله، لأن أنا عارف ده أنا بغلط طول ما أنا ماشي بالعين وبالودن وباللسان وبالنظر، قاعد أغلط قاعد أغلط، عندي تعظم معيشة، وعندي مش عارف مين، وأوقات الواحد يبقى إيه، عندي شهوات. ده في ناس ابتدت ترفع من دلوقتي، عاملين جدول رفاعة، كل ده يكشف لنا قد ايه احنا مالين شهوات. طب نعمل ايه؟ نتوب.
يبقى أول حاجة علشان أحط مكياج صح مقبول أمام الله بنظف وشي أو أنظف قلبي بالتوبة بين قوسين الدائمة. طول ما أنا ماشي بتوب، طول ما أنا ماشي بتوب، طول ما أنا ماشي بتوب. الإنسان كل ما يقرب من ربنا لأن ربنا نور يكتشف قبح قلبه، ولما يبعد عن ربنا يبقى شايف نفسه زي الفل. تقول له انت ما بتتوبش ليه؟ ما بتعترفش ليه؟ يقول لك ليه؟ احنا بنقتل ولا بنسرق؟ هو ده اللي انت شايفه يستاهل الاعتراف والتوبه؟ طيب الافكار الرضيه، طب الوقت اللي بنضيعه ده، احنا عندنا 100 حاجه نتوب عنها وما بنتوبش عنها. يبقى اول حاجه غسيل الوش او نظافه القلب بالايه؟ بالتوبه. يبقى دي نمره واحد. نمرة اتنين، لما بنتزين بنتزين بإيه؟ يقولوا بالألوان. إحنا عندنا الألوان اسمها الفضائل المسيحية، يعني مش كفاية توب وامتنع عن الشر، لا، أنت هتطالب بأنك تمنع الشر وهتطالب بأنك تعمل الإيه؟ الخير. بدليل في مثل الوزنات، لما ربنا وزع وزنة واتنين وخمسة، في واحد قال له الوزنة اللي انت اديتهاني ما عملتش بيها حاجة، مش انت اديتني وزنة؟ خد وزنتك. قال له لا ده انت كنت المفروض تتاجر بيها، فلازم انا انمو في الفضيلة. يعني الصوم جاي، المفروض بتوب في الصوم، بتوب في الصوم، بس في حاجة كمان مهمة، ايه اللي ناوية اعمله ما كنتش بعمله قبل كده وهعمله في الصوم ده؟ ده بقى بنحط اهو، بنحط اهو. يبقى في حاجة اسمها الفضائل المسيحية. طيب أنا طول عمري بيجي لي ذات وأحب أتكلم عن نفسي وأتكلم عن ولادي وأتكلم عن جوزي وأتكلم عن الخير، طيب إيه المانع أن أنا أتعلم الاتضاع شوية وما أتكلمش عن نفسي خالص؟ طب واحدة الحمد لله ما بتتكلمش عن نفسها خالص، طب إيه المانع أن لو حد خبط فيك تفوتي؟ صعبة دي، فمعلش عشان خاطر ربنا، عشان خاطر المكياج يبقى حلو، عشان خاطر القلب يتنظف. مين فينا مستعد ان من اجل الله يكتسب فضيلة، فضيلة المحبة؟ كل الناس بقت في حالها ومحدش بيكلم حد بالتليفون الا لما يكون عاوز منه حاجة. طيب ليه انا منموش في فضيلة المحبة واخد 5-6 اسماء لناس كده محدش بيسأل عنهم؟ مش بقى ولادي ونسايبي وقرابي، لا، ناس محدش بيسأل عنهم وافتكرهم كده وحط لستة، أقول كل أسبوع هكلم 5 يا رب أنقل لهم شعاع الحب بتاعك اللي في قلبي. الحملة إيه يا فلانة؟ ده أنا بقالي كتير مش فتكش في الكنيسة، أنا بردانة وكلفانة ومكلفتة. لا لا، ده احنا نشجع بعض بقى، نشجع بعض، اعملوا أي حاجة، بس أنا لازم أنمو في الفضيلة، أنا لازم يكون في نمو في حياتي. يا جماعة، اللي بيخش المدرسة ما بيعرفش يقرأ ويكتب، بعد سنتين بيعرف يكتب ويقرأ، ولما بيوصل لثانوي بيعرف لغات. صوروا احنا بقالنا سنين هذه مقدارها في الكنيسة ولسه زي ما احنا بنزعل ونتقمص وحساسين ومش طايقين ومش حابين، في ايه؟ أمال هنخش السما ازاي؟ المسيح كان واضح قوي في الفضيلة، قال إذا أحببتم الذين يحبونكم، أي فضل ليكم؟ أنت بتحبي بنتك؟ طب ما القرد اللي في الجبلاية بيحب ابنه، والفيلة بتحب الفيل الصغنطط. إيه اللي هيفرق؟ ما الحب بتاع العيال ده غريزة ربنا خلقها فينا. لكن تقدري تحبي واحدة بتنكفك؟ واحدة جت قعدت جنبك في الكنبة بتاعت الكنيسة وبعدين شنطتك راحت مضايقاها، راحت ماسكة شنطتك وحطيتها على الأرض، هتتحكي؟ ولا الغول هيطلع؟ ايه اللي تزوق دي؟ دي تربية، دي زوق، دي ماري مرقص، دي شعب مصر الجديد، وتلاقي نفسك القداس اتسرق منك والناس ابتدت تتناول وانت لسه شايلة فكر إدانة. هننمو امتى؟ في الفضيلة. طول ما احنا بنلتمس لنفسنا الاعذار ان الناس بتغلط، عمرنا ما هننمو في الفضيلة. لكن لما اقول انا اللي بغلط وانا اللي بسقط، هتعلم ازاي؟
انجح بعد كده. يبقى اول حاجه في المكياج ان انا بغسل وشي بالتوبه. بس دي كفايه؟ اه دي مهمه، من غيرها ما حدش يخش السماء. بس في حاجه تاني، ان انا انمو في الفضيل. يعني ايه مفضلين بعضكم بعضا في الكرامه؟ مش بقى كلام الاونطه اللي هو بحقه حقيقي، ان كل زوجه تبرز ما جمال زوجها وتقول انا ولا حاجه، هو كل في الكل. في كده ده كل ست عامله دفتر اسمه البلاك ليست، الدفتر الاسود، كاتبه كل اخطاء زوجها من اول الخطوبه. وبعدين الناحيه الثانيه فضائلها في احتمال زوجها، يعني الاولاني اخطاه، طب والتاني قد ايه انا استعملته؟ مش هو ده اللي هيدخل السما؟ صدقوني كده انا ما ببالغش، يعني انت موافقاني كتر خيرك. احنا كلنا كده، احنا كلنا كده. طب احنا هنخش السما ازاي؟ مش ربنا طالب المكياج بتاعنا ده يكون مكياج روحاني؟ فقلنا اول حاجه ان انا اتوب، نمره اتنين ان انا انمو في الفضيله، فضيله الاحتمال، فضيله الصبر، فضيله طوله الاناه، فضيله ان انا احب واحد بيسيء ليا. تتصوروا واحد بيسيء ليا ويتكلم عليا كلام بطال واقول ده مسكين، ده الشيطان ضحك عليه، ده الشيطان ضحك عليه، هو مسكين، هو يعني مضحوك عليه من الشيطان. اوعى يا رب تقيم ليه هذه الخطيه. مش استفانوس عمل كده والمسيح عمل كده؟ طب اذا كنت انا بقول انا ابن الشهداء وبعبد المسيح، امال ليه ما بعملش زيهم؟ ده احنا عندنا بيبقوا خدام في الكنيسه في حته واحده، يعني مثلا بيخدموا في اغابي، بيخدموا في الكرمه، بيخدموا، انا ما بقولش على حد، انا بتكلم بصفه عامه، خدام مكتب افراح، خدام اي خدمه اداريه، وتلاقي فيه حساسيات، وكل واحده باصه للتانيه، وكل واحد باصص للتاني، في ايه؟ دي خدمه. امال لو كان اكل عيش وترقيات كنا عملنا في بعض ايه؟ ده يبقى معاهم حق الناس اللي بره بقى، اذا كنا احنا ولاده ومش عارفين نبقى شبهه. انتوا معايا ولا مش معايا؟ وعلشان كده بقول لكم ان اهم حاجه عند ربنا ان احنا ننمو في الفضيله. يبقى نمره واحد بغسل وشي، اتنين بحط الالوان، الالوان اللي هي ايه؟ الفضائل. اخر نقطه عشان ما اطولش عليكم، السيدات بعد ما بيحطوا ميك اب كده ويكونوا في سهره يقولوا ايه كل شويه؟ معاكي مرايه؟ تقول لها ليه؟ تقول لها عايزه اظبط مكياجي، يعني احسن تكون حاجه ساحت، حاجه ناحت، حاجه بتاع، حاجه دخلت في حاجه. بتضحكوا ليه؟ بتبقى دايما الست، كان زمان زمان الستات عندها مرايات في شنطها، لسه ولا بطلوا؟ لسه؟ كانت زمان كتير، دلوقتي قليل يعني. ما علينا ما علينا، انا هفتش شنطكم. طب نرجع لموضوعنا تاني. في حاجه اسمها التظبيط او الصيانه. يعني ايه الصيانه؟ يعني ايه مينتننس؟ يعني ايه؟ يعني كل شويه بظبط، يعني لازم اقعد كل شويه مع نفسي وحاسب نفسي واقول يا ترى هذا القلب مقبول امام الله ام غير مقبول امام الله. دي بقى اسمها الملاحظه، اسمها المتابعه، او اسمها حساب النفس. لان كلنا مكياجنا بيسيح وبنتلهي في الحياه وبنجري بنجري بنجري وحاجات بتقع مننا. بس انا عاوز لما يجي ربنا ينادي عليا يلاقيني جاهز. وعشان الموضوع ده شغلني قوي، والإكليل اللي هلبسه فوق راسي بنعمة ربنا أكتر حاجة بفكر فيها ليل ونهار، عشان كده كل شوية بطلع مرايتي وأقول يا مرايتي يا مرايتي عامل إيه أنا في حب ربنا، مرايتي يا مرايتي عامل إيه في نقاوة قلبي، مرايتي يا مرايتي
أنا شايف نفسي ولا شايف أخواتي؟ ما هو الناس نوعين، ناس ما بتفكرش إلا في نفسها، وناس ندرت نفسها علشان الناس التانية. يا ترى أنا لسه مكياج ملخبط ولا أنا عامل إيه بس يا رب؟ أنا طولت عليكم صح؟ بس إحنا اتكلمنا النهاردة على إيه؟ غسيل الوش، التوبة، نمرة اتنين الفضيلة المسيحية، هنزين بالفضائل. بطرس الرسول بيقول الكلام ده مش أنا، اللي عاوز يتزين يتزين بالفضيلة. وبعدين آخر حاجة إيه؟ المراية. المراية يعني إيه؟ ما اتكلش إن أنا خادم، ما اتكلش إن أنا كاهن، ما اتكلش إن أنا معروف في الكنيسة كلها، لا 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 لا، ده كل ده يتشلفط، كل ده بيتشلفط كل شوي. فأنا محتاج أعمل صيانة بأن أنا أقعد مع نفسي وأقعد مع أبويا الروحي وأعترف عن خطاياي الحقيقية، مش خطايا الناس اللي بتتعامل معايا. ساعتها بس هيبقى هو ده المكياج اللائق اللي نقدر نقابل بيه ربنا. يا ترى الرسالة وصلت؟ يا ترى فهمنا أن المكياج هو مكياج القلب ولا مكياج الوش؟ عند الناس الوش، بس عند ربنا القلب. ربنا يديكوا نعمة فوق نعمة، لإلهنا كل مجد وكرم.